باش نكونوا واضحين، وهاد الامور ما نعاودوش الاسئله ديالها لما التساؤلات ديالها ما نعاودوش نطرحوها، باش الا خرجنا من لهنايا نكونوا فاهمين، وحتى الاخوان اللي ما حضروش المدراء التقنيين ديالهم يعني هاد الرؤساء يكونوا فاهمين ويوصلوا الخبر. كاين 16 عصبه ما مشيتش حتى في الجهويه الجديده حتى المفتي رئيس عصبة مراكش في الحفل لألعاب الخيمة. أولا تنبغي بصراحة نشكركم جزيل الشكر على الحضور ديالكم والدعم ديالكم الرياضة ديال ألعاب الخيمة بصفة عامة وطنيا وجهويا. الجمع العام مر واحد الجو جد عادي، وهذا شيء بقى جمع عام عادي ماشي جمع عام انتخابي، والسنة الفارطة الحمد لله كان داز الجمع العام الانتخابي واحد الحلة اللي هي جميلة. اليوم تنسمحوا لكم على هاد الجو اللي دوزنا فيه، رغم أن جو اللي الحمد لله تشرف بارابور مع عصاب وحدين اخرين ولا مع جموع وحدنا راه تشرف، ولكن بغينا كنا نعطيكم شي حاجه اللي اكثر، ولكن ضيق الميزانيه السنه حاولنا نكتفي بان ندوزوا الجمع العام ديالنا غير في المقر ديالنا ديال العصبه. هكذا باش تعرفوا المقر ديال العصبه، ومرحبا بكم اي 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 استشاره. كما رجعنا الحمد لله احنا عصبه مراكش الجزائريه مسكينه فيها واحد المكتب اللي هو متلاحم فيه جو اخوي، والحمد لله بصراحه هذه سنوات الجمع العام الجمع العام كانت تدوز واحد الجو اخوي. هاد السنه ما تيشرفش عصبه مراكش انه يكون هاد الاجواء بهذه الطريقه، ما عمر ما كان عندنا هكذا، ولكن تنتمنى من الله سبحانه وتعالى ولاد الانديه الناس هادو يكونوا فاهمين ان الهدف راه جينا لهنا باش نخدموا الابناء ونخدموا الاطفال ونخدموا الوليدات باش يكونوا ابطال المستقبل. وحنا راه عائله رياضيه خصنا نكونوا قبل ما نكونوا تكون فيها التنافس، اي التنافس تكون في حلاوه الحمد لله. واللي بغينا نأكد لكم عليها هو الحمد لله عصبة مراكش جالسة في الحوز غادية في الطريق الصحيح، الطريق الصحيح اللي تأكد الطريق الصحيح هو الحمد لله كاين عندنا سبعة الأندية في عصبة مراكش جالسة في الحوز اللي مكلاسين مع الخمسين الأوائل. باش نقولوا الخمسين الأولى تنقولوا هي الكاتيجوري باريكزوم كاتيجوري أ ديال الجامعة الملكية المغربية، باش يكون عندنا سبعة من مراكش جالسة في الحوز اللي الحمد لله كاينة قوة في عصبة مراكش جالسة في الحوز. ولما جينا للعصبة كانوا تمية الأندية نفتحنا على باش نفلو يجيو رؤساء الأندية وحدين اخرين، الحمد لله عطاو الأوكي ديالنا. اليوم كاين 24 نادي والحمد لله هما بنوا على النتائج ديالهم، كاينه كما قلت لكم سبعة كاينه مع الخمسين الأولى وكاينه أربعة مع الثلاثين الأولى. تنتمنى من الله هاد الناس هادو اللي تيهضروا أنهم يكونوا تيهضروا في الحلبة ويجيو يتصنفوا مع الخمسين الأولى، أكثر ما نكونوا غير تنهضروا في شي حوايج اللي هي اللي ما تخدمش ألعاب القوى. وحنا عصبة مراكش جالسة في الحوز راه بصراحة الأب الروحي ديال جميع الأندية، ما يمكنش غير واحد النادي اليوم ولا حنا تنتمناو الله زعما الله يوفقه إن شاء الله ولا حتى شي حاجة، حنا غير الإشارة ولكن تنبغيو نديباط في العصبة ديالنا. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.